خطوة جيدة، خطوة جيدة بكل صراحة تضامنا مع الضحايا والمصابين. خطوة أقدمت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع. هذا خبر باش يكون في اخبار جميع المغاربة. إذا المشاهدين شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم الآن في هذا المباشر في هذا الخبر. كيف ما كتعرفوا كانت غتلعب اليوم مقابلة ودية غتجمع ما بين فريق ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب ليبيريا. كانت غتجمعهم في مدينة أكادير. الكل كان كينتظر هذه المقابلة خاصة بعد الاستدعاء اللي كان لهاد اللاعبين، يعني لهاد اللائحة اللي استدعاه الناخب الوطني وليد الركراكي باش تلعب هذه المقابلة الودية، لأن توحشنا نشوفو نتفرجو في المنتخب الوطني المغربي. ولكن بطبيعة الحال حاليا هذا الزلزال اللي عاشوه المغاربة ليلة البارحة الجمعة على الساعة بالضبط 11:11 للحدود الساعة آخر الإحصائيات 820 وفاة اللي ماشي سهلة. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقرر تأجيل مباراة الأسود الودية ضد ليبيريا بسبب فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب. وجاء مشاهدينا في مضامين هذا الخبر على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يوم السبت 9 شتنبر من سنة 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2024 إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبعد هذا المصاب الجلل تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية بأحر التعازي إلى أسرة الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. كيف ما كتتبعوا مشاهدينا، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقرر تأجيل هذه المقابلة اللي كانت غتلعب اليوم ما بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب ليبيريا بعد الأحداث اللي عاشها المغرب، عاشها الدولة ديالنا ليلة البارحة. وطبيعة الحال هذا الزلزال اللي خلف لنا إصابات، خلف لنا ضحايا، خلف لنا وفيات. وكيف ما قلت آخر الإحصائيات ديال الساعة 10 صباحا كانت تقريبا 820 وفاة، والإحصائيات غادة وكتزاد ومازال انتشال الجثث لحدود الساعة. وكذلك الدعم لما القوات المسلحة الملكية المغربية ولا كذلك من الوقاية المدنية مازال يعني كيلتحقوا بالمناطق اللي عرفات وفيات كثيره واللي عرفات ضحايا كثيره. كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تي في، كل شيء كان كيتكلم على مقابله اليوم اللي كانت غتلعب في اكادير بعد احداث البارحه، واش غتلعب ولا لا. في الاخير الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قررت تاجيل هذه المقابله هذه بسبب الاحداث اللي وقعت. وجاء في مضامين هذا الخبر على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يوم السبت 9 شتنبر من سنة 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2024 إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. كيف ما كتتبعوا مشاهدينا، خطوة وبادرة جيدة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد الأحداث اللي عاشها بلادنا ليلة البارحة جراء هذا الزلزال اللي ضرب المغرب واللي خلف لنا ضحايا قتلى وجرحى. الله يرحمهم الله يرحمهم. كنتمنى من جميع المغاربة انهم يترحموا عليهم، ناس اللي كانوا وسطنا البارح، كانوا وسط الاسر ديالهم، وسط العائلات ديالهم، في المنازل ديالهم، كانوا كلهم فرحة، كانوا ربما كل اللي كان عنده شي انجاز كان شي حاجة مفرحاه، كان شي حاجة بغي يجي يشاركها مع عائلته. وفاته المنية
يعني بهاد الزلزال فعلا فهي كارثة طبيعية، وهذا قضاء الله وقدره. احنا كمسلمين نؤمن به بطبيعة الحال، حتى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تضامنا مع أسر الضحايا قررت تأجيل المقابلة اللي كانت غتجمع المنتخب الوطني المغربي ومنتخب ليبيريا. طبعا هادشي كاع كان اتفاق يعني مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهذه بادرة جيدة لأن ما يمكنش ناس ميتين ومازال الضحايا كيتزادوا، يعني مازال التنقيب أو البحث عن الجثث مازال متواصل وغادي تلعب مباراة كرة القدم. فهذه خطوة جيدة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع، وهي تأجيل مقابلة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب ليبيريا باتفاق مع الاتحاد الافريقي. يعني هذه الظروف اللي عشتها بلادنا، خاصة وان اخر الاحصائيات كيف ما قلت لكم راه 820 وفاة والعدد غادي كيتزاد، ماشي سهلة. فلهذا يجب الاخذ بعين الاعتبار هذه الامور، هذه هذوك الناس راهم مغاربة، راهم خوتنا، راهم حبابنا، والله يرحمهم. وكنتمنى من جميع المغاربة اللي كيتبعوا المباشر يدعوا معهم بالرحمة والمغفرة، والله يصبر الأسرة ديالهم، والله يرزقهم الصبر والسلوان في الفقدان ديالهم. لأن كما قلت لكم هذوك الناس غير البارح كانوا وسط العائلات ديالهم، واليوم يعني في دار البقاء كيف ما كنقولوا. فالله يرحمهم، الله يرحمهم، الله يصبر العائلات. أنا شفنا تبعنا سيدة اللي توفات لها عائلة بأكملها، كانت هي خرجات باش توجد شي حاجة وتوفت لها الأسرة ديالها كاملة، ماشي سهلة والصدمة غتكون صعيبة بالنسبة لها. فالله يصبرها والله يعوضها بإذن الله. لأن هذوك الناس في أقاليم الحوز والأقاليم الداخلية كينعسوا بكريم، الناس كتصلي العشاء ديالها كتمشي كتنعس. يعني مازال الناس في المدن 11 ديال الليل فاش ضرب الزلزال كانوا مازال فايقين، هربوا من المنازل ديالهم. هذوك الناس كينعسوا ورابوا عليهم الديور ورابوا عليهم يعني المنازل اللي كانوا ساكنين وهما في غرق النعاس. فهنا فين كان صعيب الامر، يعني مجموعه من المناطق اللي شهدت وفيات، اقليم ورزازات، اقليم الحوز، اقليم اكادير، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفيه، العديد 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 من المناطق. فالله يرحمهم، الله يرحمهم، والله يصبر العائلات ديالهم. وبهذا الخبر كنعلمكم ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قررت تاجيل مباراه الاسود الوديه ضد ليبيريا بسبب فاجعة الزلزال المدمر اللي ضرب المغرب، وجاء في مضامين هذا الخبر على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب. تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يوم السبت 9 شوشنبر سنة 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2024 إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. إذا هذا آخر خبر. بطبيعة الحال إحنا كطاقم شوف تي في طاقم نوفيكم جميع الأخبار جميع المستجدات على هذه الواقعة هذه، اللي كنتمنى أن تكون آخر الأحسن.